في أول زيارة من نوعها منذ 3 سنوات، وبينما يسعى البلدان إلى أرضية مشتركة وسط تصاعد للتوترات الإقليمية، التقى وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي نظيرها الصيني تشينغ غانغ في بكين. زيارة وزير الخارجية الياباني إلى بكين تأتي عقب إعلان بلاده اعتزامها تجديد ضوابط التصدير على 23 مادة تستخدم في تصنيع أشباه الموصلات، والتي ينظر إليها على أنها محاولة للحد من وصول الصين إلى تكنولوجيا صناعة الرقائق المتقدمة. زيارة هاياشي جاءت أيضاً بعد أسبوع من إعلان إحدى شركات الأدوية اليابانية احتجاز موظف لها في الصين لأسباب غير معروفة. وفي مؤتمر صحفي أعقب لقاء وزيري الخارجية، قال هاياشي إنه قدم احتجاجاً على اعتقال المواطن الياباني في بكين، تضمن مطالبة بالإفراج المبكر عنه. العلاقات اليابانية الصينية تواجه العديد من التحديات والمخاوف على خلفية التوترات في بحر الصين الجنوبي والشرقي، حيث نقل وزير الخارجية الياباني إلى نظيره الصيني مخاوفه، مؤكدا أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان. كان نزاع طويل الأمد نشب بشأن جزر غير مأهولة في بحر الصين الشرقي تسيطر عليها اليابان وتطالب بها بكين، اندلع مرة أخرى في منتصف مارس الماضي حينما اتهم كلا الجانبين الآخر بانتهاك سيادته. على الرغم من العلاقات الاقتصادية والتجارية الوثيقة بين القوتين الآسيويتين، كانت طوكيو وبكين على خلاف متزايد في السنوات الأخيرة، حيث تعتبر اليابان أن نفوذ الصين المتنامي في المنطقة يمثل تهديداً لأمنها القومي واقتصادها.